مرحبا، إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. أنتوا عم بتشاهدوا وصفة وفيديو اليوم من حياة هوم كوكينج. اليوم وصفتي كتير مميزة، رح تعجب الكل بالأخص النباتيين. ليه؟ لأنه رح نعمل شوكولات فاتش كيك، كيك شوكولا كثيف مع صوص شوكولا. رح يعجبهم كتير للنباتيين لأنه لا في بيض ولا زبدة ولا حليب ولا لبن ولا أي منتج من الألبان. مميز جدا، طيب كتير، يعني النباتيين وغير النباتيين ما رح يعرفوا أنه ما في بيض، ما في كل هالمكونات يلي بتطيب الكيك. يلي إجا دايقوا عندي عن جد تفاجأوا وتعجبوا أنه هالطعمة هيدي أخدينا بس من هالمكونات اللي رح تشوفوها هلا. جربوها وإن شاء الله رح يعجبكم. شغله كتير سريع، ما بياخد وقت أبداً. المكونات قدامكم على الشاشة، حضرتها كلها في عندي للكيك وللفروستينج للصوص. للكيك بدنا كوب طحين، 150 جرام سكر أو تلتين سكر، تلتين كوب مي، 4 ملاعق كبار زيت نباتي، 4 ملاعق كبار كاكاو من دون سكر، 3 ارباع الملعقة الصغيرة بيكنج سودا، وملعقة كبيرة خل أبيض. ما بدنا ننسى رشة الملح. لصلصة الشوكولا نحن بحاجة لكوب سكر ناعم منخول، ملعقتين كبار كاكاو من دون سكر، ملعقتين كبار زيت نباتي، وملعقتين لثلاث كبار مي مغلية. المقادير كلها قياستها بكوب العيارات وملاعق العيارات. هيدي هي كل المكونات للشوكولات فاتش كيك النباتي. يلا سوا حتى نشوف كيف رح نسوي. بقالب 20 سنتي بودع ورقة زبدة وبدهنه بالزيت. نخل الطحين مع البيكنج سودا والكاكاو. ضروري كتير ننخل المكونات هيك بفوت الهواء وببطل الكاكاو مجمع على بعضه ونبرغل مثل ما عم بتشوفوا. بالملعقة بدي نزلهم كلهم للآخر. رشة الملح كتير ضرورية. بدي بلش نزل السكر على عيون واخلطهم كتير منيح ليمتزجوا كل المكونات الجافة مع بعضها. بس ما امتزجوا كتير منيح بدنا ننزل المواد السائلة. بعمل هيك فراغ بالنص مثل جورة وبنزل فيه المواد السائلة اللي هي الزيت، الخل الأبيض والمي، وبسرعة بخلطهم مع المواد الجافة. أكيد بدنا نخلطهم كتير منيح حتى الطحين والسكر يدوبوا كتير منيح مع المي والمزيج السائل اللي حطيناه. وهيدي هي كثافة الكيك. بننزلهم كلهم بالقالب على الآخر. أكيد الفرن لازم يكون محمى مسبقاً ل 180 درجة سلسيوس قبل بعشر دقايق. بندخله على الفرن لمدة 25 دقيقة، وهيدي النتيجة من بعد 25 دقيقة. شوكليت فاتش كيك غير شكل. خبزت صينيتين ورح انطرهم حتى يبردوا. وهلا عم بحضر الصوص، كمان الصوص مثل ما قلت لكم ليكل كاكاو كيف بيعمل تكتلات، لو ما نخلتهم كمان كان هون بالصوص عذبني وطول تداب. بضع مع الكاكاو الزيت النباتي. المي لازم تكون مغلية بننزلها. أنا قلت ملعقتين كبار، في حال احتجتوا لملعقة زيادة ما بيأثر حسب الكثافة، حسب نوع الكاكاو. بطنجرة صغيرة كسرول على النار فيها مي عم تغلي، بضع هالجات الإزاز فوقها حتى تضل البخار عم بسخن لي الصوص، وبصير بنزل السكر البودرة وبخلط حتى يدوب على حرارة المي والبخار. ضلني نزل كمية السكر حتى تخلص كلها، وبضلني اخلط لفترة 3-4 دقايق او اتأكد انه السكر داب. بصير عندي اطيب صوص شوكولا. هيدي اخر كمية سكر، لاحظوا دابوا تماما
على حرارة البخار، وهيدي هي كثافة صوص الشوكولا. وكل ما بردت كل ما بتصير جامدة أكتر. هلا خلصنا الكيك، بردوا كتير منيح، الصوص بردت كتير منيح. عندي فريز، رح أوضع فريز بقلبه وزينه كمان بالفريز. بقطع الفريز ترانش، أجمل تكون ترانشات رقيقة، وقد ما بدكن الكمية فيكن توضعوا. هيدا على الذوق. هيدا أول قالب كيك، رح أوضع نص كمية الصوص عليه وإدهنن، وخلي نص التاني للوجه. أكيد الكمية فيكن أنتو تتحكموا فيها مثل ما أنتو بدكن بالتزيين، ما في أي مشكلة. حتى فيكن تغيروا بنوع الفواكه إذا ما بتحبوا الفريز، عندكن الموز، الأناناس، الكيوي، فواكه مشكلة. فيكن تشتروا فواكه من السوبر ماركت، العلبة اللي تبقى فيها فواكه مشكلة. بس أنا كان عندي فريز، استعملت فريز وبحسه بيلبق كتير مع الشوكولا. الكمية قد ما أنتو بتريدوا. شو رأيكم بهالمنظر؟ بلش يظهر الكيك. إذا حبيتوا لهلأ الوصفة ما تنسوني باللايك، شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة سهوم كوكين. عم فرجيكم تاني قالب كيك، بس بدي فرجيكم كيف لما نوضع ورقة زبدة قد بتسهل علينا الأمور. ما منكون خيفانين إنه الكيك ملزق أو في خوف بالخبز أبدا، كتير لما نحط ورقة زبدة بتسهل الأمور، ما بلزق الكيك أبدا. حطيت الكيك فوق الفريز ونزلت كمية من الشوكولا. بعد في عندي شوي، هلا برجع بنزلهم، بس انا عندي عادة ما بعرف ليه بحب نزل الاشياء شوي شوي، يعني ما بوضع الكمية كلها فرد مرة، بنزل الكميات دايما شوي شوي. وهلا عم نزل كل الباقي. ما دهنت الطراف، فيكم تزيدوا كمية الصوص وتدهنوا طرافه، بس أنا حبيت خليه هيك مثل ما شايفين، خليه يبين إنه في بقلبه فريز، يعني ما سكرت له طرافه. وأكيد مثل ما وضعنا فريز من جوا بدنا نزينه بالفريز. تزيين كمان على ذوقكم. هيدا شكل الكيك النهائي. لا حسيت بعد انا عم ببرمو ناقص شي. شو عملت؟ طحنت شوية فستق حلبي ووضعت عليه رشة من الفستق الاخضر، عطاه لون مميز جدا. وهون قلت هلأ خلص الكيك. هيدي النتيجة النهائية، شو رأيكم فيها؟ شكل رائع وطعم اروع لكل شخص نباتي أو الأشخاص الصايمين عن البيض وعن الحليب والزبدة. بنصحكن جربوها، وإذا جربتوها خبروني تعرف شو النتيجة عندكن. أكيد لازم قص الكيك قدامكن وتشوفوا قلبه من جوا. شوفوا قدي طري أنا عم قص، عن جد من أنجح الكيكات يلي من دون بيض. هيدا قلبه من جوا، هيدا كيك فادج كيك، يعني لازم يكون كثيف بالشوكولا، وهيك طلع رائع جدا. هيدي النتيجة من قلبه. الصوص كتير طيبة، الفريز مع الصوص رائعة، والفستق الحلبي عطاه شكل مهضوم. شو أحلى جزء بالفيديو لما ندوق. لاحظوا قدي طري هالكيك، قدي فادجي شوكولات، بتحسوها هيك قوية فيه، طيب كتير، الحلاوة تبعيته على القد. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالوصفة وهالفيديو، وإن شاء الله أكون شجعتكم تسووا الطريقة وتجربوها. هيدي كانت وصفة اليوم، نلتقى بوصفة جديدة قريبا جدا. بشكركم كتير على المشاهدة والمتابعة. باي باي.